هل عشان الراجل بيبقى عايز كل حاجة فبعد شوية وقت بيزهق من الحاجة اللي اختارها في البداية فبيبقى عايز ناقضها؟ يعني مثلا أنا بحب بنت الهادية البيتوتة اللي بتقعد في البيت اللي ما بتتحركش ما بتجيش ما بتعملش، وبعدين فجوزتها قعدت معاها شوية فبقيت حاسس انه لا، فروح لل البحركة الطموحة وهكذا. طيب مش لو انا بيروح. اتجوزت واحدة طموحة اصلا ازهق منها واقول بقى دي طول النهار ايه بتشتغل وبتعمل، فانا اروح بقى لواحدة هادية انا بحس ان مفيش اكتفاء ولا ايه؟ ما هو ما انا بقول لك عشان كده هو ربنا خالق عندهم الحته دي. بيبقى انت قلتي كلمه حلوه في الاول، الرضا. في ناس عندها الرضا مش موجود، تمام؟ فهو مش راضي، فهو خاين بطبعه. وفي ناس مش خيانه، في ناس بيبقى في الاول اتجوزوا سنهم صغير جدا، وانا من الناس اللي بجد ضد الجواز في سن صغير. لا ده كارثة لان الجواز في كارثة. سن صغير بيخلي الراجل مثلا بيتجوز في سن صغير وبياخد واحده اللي شافها ويقول لك انا ربيتها على ايدي، جارتي، حبيبتي، زميلتي في الجامعه، ايا كان، ويكبر معاه ويتجوزها، وبعد 5 6 سنين كده لما ينضج وبتاع يقول لك لا وهو مش في هي الشغل بقى دي، يبتدي يقابل، صح مش هي دي. يقابل بقى حد تاني او صفات تانيه في واحده، يجي يقول لك هي دي الست اللي انا عايزها، انا يا ريتني قابلتها من الكلمه اللي هي يا ريتني قابلتها من زمان، يا ريتني. ومن هنا بقى الدنيا بتخش في ايه؟ هيظهر يا اما راجل محترم هيواجه مراته ويديها حريه الاختيار. انت خلاص لقيت واحده حبيتها، خليك راجل محترم، اديها حريه الاختيار. صح انا قابلت واحده كذا، انا بقول تكملي معايا ولا لا؟ اديها حريه الاختيار. لكن بقى اللي بيقعد يخون من ورا المدام ويتكلم يبقى فاكر كده ان هو، لا انت كده غلط. اديها حرية الاختيار، هي تكمل معاك ولا لا. طيب لو قلنا يا دكتور انه اصلا منظومة الجواز صعبة وبيحصل فيها الملل والفتور واحساس انه خلاص وبنشوف بعض كل يوم وشفنا بعض في كل حالاتنا واحنا صاحيين من النوم واحنا بنغسل سناننا كل ده، هل في مشكلة ما في فكرة ان الست اللي بتبقى متاحة طول الوقت قدام جوزها طول الوقت قاعدة في البيت وطول الوقت بتعمله اللي هو عاوزه ده بيقويه أكتر، ولا هي المشكلة دي أصلا قائمة بسبب فكرة الملل أو فكرة الزهق؟ في ناس ايوه بيبقى عندها الموضوع ده برضو، اغلبيه الناس بتبقى برضو الحته دي بتبقى ان هو شايفها على طول. وفي ناس بقى للموضوع اللي انت قلتي عليه ده بيعرفوا ان هم كده امتى؟ لما بيتم الانفصال. بيتم الانفصال بتلاقيهم رجعوا لبعض بعد فتره، ورجعوا اقوى من الاول. ليه؟ كسروا الحته بتاعت الروتين دي. من كتر تواجدهم بيكتشفوا بقى كده، بيكتشفوا ان الموضوع ما كانش فيه مشاكل بينهم ولا حاجه، بيكتشفوا ان الموضوع كان في الروتين الزياده عن اللزوم، أي هي مركزه معاه زياده عن اللزوم، وهو واخد التركيز ده مش أو هو اهتمام، حاسس إن خانقه، أيوة ضمانها خانقه، بقى وبتزن بقى فواخدها خانقه. فبتبتدي بقى من هنا تحصل ايه؟ ان هو لا دي خانقه، لا انا مش عارف ايه، وهي ايه ده، لا ده بيعاملني وحش، هوب هتقوم المشاكل. وبعد كده انت عارفه بتروح فين بقى الدنيا، وبعد كده بيرجعوا لبعض تاني، بينفصلوا بعد كده بيرجعوا لبعض تاني.